شي مشكله كتهرسوا، الى جا الصعود ينتشي، الى جات لحظات اللي ممكن يبدو فيها وكانها لحظات وجزر كيتزعزع ما كيعرفش مازال شنو يدير، واللي رجليه في الارض وباينه الرؤيه راه يجب ان ينتهي نفسا طويلا. مش راح حزب العدالة الكونية السياسي، لا اتحدث عن وضع سياسي معين، انا اتحدث عن الفكره اللي تبنى من خلالها الحزب. هو مشروع اصلاحي طويل الامد، من الطبيعي داخل هذا المشروع اننا نعيش فيه لحظات ديال الصعود، شويه لحظات النزول، يكون فيه مشاكل، يكون فيه تحفظات ديال الناس على الاشتغال ديال هذا الحزب ولماذا، ولكن الاصل هو ان نحافظ على بنيه سياسيه حقيقيه تبدا فيها السياسه. ولا اتصور اليوم بانه كاين بديل عن حزب العداله الكونيه في الساحه السياسيه، وهذا الشيء ما كيعنيش اننا ننزه الحزب وكنعتبره بانه حزب فيهش اخطاء، حزب ممكن يجي بحلول سحريه للمغاربه، ولكن بصدق راه اليوم الازمه في المغرب هي ان نحول الممارسه السياسيه الى ممارسه شكليه، لانه كاين اليوم انا بالنسبه لي ثلاث مخاطر اساسيه يجب ان يرتقي اليها النقاش ديالنا السياسي. الخطر الاول هو اننا نجعل الممارسه السياسيه كلها ممارسه شكليه، كتبنا دستور مزيان، عندنا مؤسسات عمليا كاينه، كاينه الحكومه اللي تشكل من اغلبيه، كاين برلمان، كاين جماعات، كاين انتخابات، ولكن الخطأ ان الناس والفاعل السياسي من داخل هذه المنظومه يشعر بان هذا الشيء كله شكلي وبانه ما كيأديش الادوار ديالو، والناس كيبداو كيطرحوا الاسئله، واخا حنا شاركنا في الانتخابات وماذا بعد؟ واخا حنا صيدنا البرلمان، شنو كيدير البرلمان؟ حنا درنا الحكومه، شنو كدير الحكومه؟ ما معنى الاغلبيه الحكوميه؟ ما معنى المعارضه؟ ما الذي يشرع في البلاد؟ البرلمانيين شنو كيديروا؟ هاد الجماعات شنو اختصاصها؟ وفي نفس الوقت كاينه اكراهات عمليه حقيقيه يتقدم بها اللي في الحكومه واللي في البرلمان واللي في الجماعه، كتبين بانه عندنا جزء كبير مما هو مكتوب في الدستور وفي القانون، وعندنا جزء كبير من الممارسه اللي هي غير مخطط لا بالدستور ولا بالقانون. اذا عندنا ازمه حقيقيه في البلاد يجب ان يرتقي اليها النقاش ديالنا. انا اعرف بانه لحظه الانتخابات، وعرف بان التنظيمات الحزبيه ومنها التنظيمات الشبابيه التابعه للاحزاب من حقها ان تخوض الرهانات الانتخابيه لتضمن وجودها، ولكن انا اتاسف انه لا تقدم في المغرب باش نعطي واحد المعنى السياسه، هي ان السياسه هي الانتخابات، ولا ربحت الانتخابات راه ما عرف شنو نتايا في اي موقع، ولا خسرت الانتخابات راه نتايا ما صالحش. هذا الشيء غنصدقوه اذا كنا في نظام ديمقراطي مكتمل الاركان. حنا راه مازال عندنا الاشكال الحقيقي في المغرب انه لم نصل بعد الى ارساء اسس نظام ديمقراطي حقيقي، مازال ما وصلناش الى ان نحتكم الى اليات ديمقراطيه حقيقيه كتجعل اللي كينتصر في الانتخابات كينتصر لانه يستحق ولان الناس اختاروه ليعكس ارادتهم، واللي كينهزم في الانتخابات ينهزم لان الناس كيعاقبوه بارادتهم. حنا كنا عارفين بانه الامور لا تتم بهذه الطريقه في البلاد، ولذلك كيقلقني انا بزاف هاد كل مره كيخلقوا لنا خصم، كل مره كيتجلى في اسم او في حزب. راه في 2016 كان عندنا كعداله الحكوميه اللي على الاقل اعتبر انه بقينا بلاصتنا، بقينا ثابتين في توجهنا وفي رؤيتنا، بخلاف شويه المشاكل الداخليه اللي عندنا، شويه ديال النقاش اللي عندنا نعتبره طبيعيا وسليما. حنا ماشي حزب اللي غيوقع فيه السكات، ما كتسمع فيه لا استقالات لا نقاش، استقالات تحدث من المسؤوليات، تحدث عن موسم الانتقالات الانتخابية، ماشي كله لا يعني شيئا، الناس اللي كيخرجوا باش يدبروا على راسهم عشية الانتخابات في تشكيلات حزبية أخرى، كثر لا أعيره اهتماما كبيرا، أنا كنتابع إلى المضمون السياسي للنقاش، شكون اللي كيستقل من الهيئة لأنه الاستقالة ديالو عندها معنى سياسي كيحطو في الطاولة، لأن البلاد محتاجة للسياسة. والاحزاب السياسيه محتاجه انها تحافظ على الخطاب السياسي، لذلك لا اعير انتباها كثيرا من مثل هذه الظواهر الفقاعات بقدر ما اعير انتباها اكبر للنقاش كما قلت اللي عنده ضمون سياسي وديمقراطي داخل الاحزاب. واستطيع ان اقول ان الحزب الوحيد اللي مازال يحافظ على جدول النقاش السياسي بداخله رغم الاختلافات هو حزب العداله الكونيه. فيه هذا التوجه، فيه هذا التوجه، فيه هذه الفكره، وفيه هذه الفكره، وفيه الناس كيختلفوا بيناتهم، وهيئات حقيقيه تنعقد ومناضلين ك
كينتقدوا كيكتبوا كيخرجوا من فيسبوك وكينتقدوا الاختيارات ديال حزبهم في الوقت اللي التشكيلات الحزبيه الاخرى التي لا يهمني مطلقا انا بعدا شخصيا وليس من رهانتي ان احاربها وليس من رهانتي ان اجعلها اصلا خصم لانه ببساطه ما وحشويه ديال الرؤيه السياسيه اللي عندي لا تجعلها خصما حقيقيا هي مجرد تجلي في كل مرحله كيجينا الخلل يتجلى لنا في حاجه في شي اسم او لا في حزب لذلك الطاقه ديال الشباب يجب ان ترتقي الى المستوى اللي غيسمح لنا باش نطوروا حقيقه ممارسه الديمقراطيه في البلاد لانه في كل مره تكون عندنا نفس الازمه وكتجي شي حاجه التي تحاول ان تزيف الوعي ديال الناس. النقطه الثانيه اللي صعيبه اضافه الى الاشكاليه الممارسه السياسيه والناس ولاو كيقولوا الانتخابات احنا شاركنا شو المعنى؟ شو غيخرج منها؟ هذا خطر هذا خطر ويجب ان تنتبه اليه ويجب ان تنتبه للدوله بكل مؤسساتها لان الدوله خصها تبقى تجسد اراده الناس. الى الناس خداو مسافه من الدوله مهما كان التلاعب داخل دواليب الدوله ومهما كان الصعود والنزول ديال الاحزاب السياسيه الاشكال الحقيقي اللي كيتكرس هي ان الناس كيكونوا في جهه والدوله كلها بكل تجلياتها في جهه اخرى. وهذا البناء الحقيقي اللي خصنا نبنيه هو نبنيه هذا الجسر لنعيد هذه الثقه بين المواطن وبين المؤسسات ديال الدوله ديالها اللي كيشوفوا فيها ذاته. الان حنا جالسين كنكرسوا واحد النوع ديال الخصومه صلبه بين الغربه وبين كل ما يمكن ان يشكل مخرجات الاراده ديالهم. يعني الان الغربه سهل عليهم ينتقدوا الناس اللي كينتقدوهم بيديهم ولكن ما كينتقدوش مواقع عطب اخرى كاينه في الاداره كاينه في الطريقه التي تدبر بها هذه المؤسسات كاينه في عدم استقلاليه هذه المؤسسات كاينه في الطريقه اللي كيتباغشيطو بها ناس لا علاقه لهم بالممارسه السياسيه داخل السياسه يسيئون اليها وكيبقاو الناس كيعتبروا بان الخصم ديالهم هما هذوك ولاد الشعب كبير منهم في العداله والتنميه اللي بحالهم بحالهم واحد النهار طرح السؤال ما الذي يمكن ان نحمله للبلاد هما غير ولاد الشعب كلهم ولاد مزيان اللي كان هنايا وقف انا راني كبرت معاهم وانا صغار جابوا دوار البلاد وخدم وتقاد على راسو وقرا وبدل المهنه ديالو ومشى ومن بعد جا من المنزل وبعدها وصل الى موقع الوزاره يعني في النهايه هو مثله كلهم البروفيل ديال الناس بعدها هي هادشي اللي فيهم ولاد الشعب اللي واحد النهار تسالوا واش ممكن نديروا عفوا كنتاخذوا اذا الاراء اختاروا المشروع السياسي الاقرب الى ان يشكل الهموم ديالنا باش نمشيو نخدموا البلاد نلقاو حزب العداله والتنميه وحنا كلنا مقتنعين بانه اليوم الساحه السياسيه لم تفرز شي حاجه احسن من العداله والتنميه مهما وجهت اليها الاسلحه اللي يمكن توجهها وتجعلها مستهدفه ويجب ان يفتخر حزب العداله والتنميه بانه لا يزال هو الذي حديث لدي الموت الفصيل كلشي كيتيري فيه مزيان مادام هادشي قال باقي كاينه حياه داخل هذا الحزب لان حتى حنا داخل الحزب طرحنا هاد الاسئله وصبحنا متخوفين مما كنقولوا الحزب يجب ان يظل ملتحما بهموم الشعب راه الحزب دوز 10 سنين في الحكومه خصنا نديرو تقييم لذاتنا خصنا نبقاو كنسمعوا للمواطنين ولكن اليوم هادشي الذي يتم وهادشي الذي يطبخ لا يمكن ان يشكل بديلا عن العداله والتنميه لاننا شنو قلنا واحد الوقت كنا حنا دوزنا جوج ولايات في الحكومه واخا ماشي مشكل اذا تهيا شي بديل حقيقي اللي غيجي بلاصه حزب العداله والتنميه حنا الاولين اللي غنقولوا هذا حزب العداله والتنميه رجع له يعطي فرصه شي حاجه اخرى ما هي افضل باش جيت ولا انا حتى ديالك العرض راه كيبان لنا من اليوم اذا نعم حنايا غنقولوا ان حزب العداله والتنميه غنهاجموا واش البديل الذي نحضروا هذا الشيء اللي كيتحضر الان باغيه حتى نعطي نهضر جزء من طاقتي السياسيه في ان انتقل الى شي حاجه التي لا تستحق الانتقال هذه فقاعات بوحدها سوف اطفر كاع سوف تتفرقع من غير ما نجي معها حتى شي مجهود. الاشكال الاخر الذي يجب ان ننتبه اليه هو انه اليوم كتصنع واحد الاليه باش تستهدف الوعي ديال المغاربه وكاينه في مواقع التواصل الاجتماعي وكاينه رغم الادوار اللي كتلعبها مواقع التواصل الاجتماعي المغاربه احنا بطبيعتنا لا نتلقى ما يمكننا من اننا نبنيو حس نقدي نخدم واش كيقولوا المغاربه كيقولوا وكل شيء كيقول كذا 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 الناس كلهم كيقولوا في حين حتى شي واحد ما كيتساءل هاد
كيعطاو شي معاك كيطلق داك الشيء هاد الدواب الالكتروني هاد السيرفر خدامين هاد الشيء كله مصطنع باش الناس الاخرين كيقولوا راه كيقولوا محاوله صناعه راي عام وهمي يبدو انه ينقلب على العداله التنميه اللي توجه في اتجاه اخر. السؤال هو ماشي الناس كلشي كيقول السؤال واش هذا القران واش كيفاش كنفكر انا كيف انتقد انا. ولذلك انا دعوتي للشباب للمشاركه السياسيه هي معنى طرح الاسئله الحقيقيه ويقدموا لها اجابات من داخل من ذواتهم ومن قناعاتهم الذاتيه. انا لازلت مقتنعه بانه يجب ان نتمسك بالامل في اننا نستمر في مسار نضالي غيأسس وغيزيد يكرس المبادئ الاساسيه ديال الديمقراطيه في البلاد، وان الاليه اللي كنخرطوا فيها من قبل الانتخابات والمؤسسات انا بالنسبه لولايتين في البرلمان واستطيع ان اقول بان الحياه السياسيه والبرلمانيه تمر من مأزق حقيقي في المغرب، وان طبيعه النخب اليوم اللي كاينه داخل البرلمان بطريقه غير مسبوقه غير قادره على ان تؤدي الادوار ديالها، وكنبقى واحد المنفذ من خلال بناء المؤسسات ديال الدوله كان فيه واحد المنفذ هو المنفذ الانتخابي اللي ممكن يجيو منه ناس مختلفين كيصوتوا عليهم الناس. استهدفنا حتى هذاك المنفذ الانتخابي وبقينا كنجيبوا له عاوتاني نفس هذيك الوجوه اللي عمرنا بها اماكن اخرى، لانه اليوم ما خصناش نتقدوا فقط المؤسسات المنتخبه، كاينه مؤسسات اخرى كثيره تشتغل في المغرب اللي اصحابها يعينون ولا ينتخبون، وحتى هي ديرها تقييم، لانه الا كان فشل في السياسه العامه ولا في السياسه العموميه في المغرب، كاينه واحد القناه اللي كتجيب المنتخبين، وكاينه واحد القناه كبيره اللي فيها معينين اللي ما عندهم علاقه بالانتخابات، فيهم مسؤولين كبار يحتكمون الى ميزانيات كبيره ويدبرون. إذا ما طرحوا سؤال على حصيلة التدبير ديالهم في هذه القطاعات أو في هذه المؤسسات العمومية الكبرى التي لا يصل إليها المنتخبين، في الوقت اللي المنتخبين يحتكمون إلى ميزانيات أقل ومرهونين بمصادر قانونية تجعل قرارهم مرتهن بمن هم معين فوقهم. إذا في النهاية إلى بغينا نسألوا، ولتحدث خطاب ملكي سابق عن استفاد النموذج التنموي الحالي لأغراضه. وهذه اللجنه ديال بن موسى جاءت جوابا كازمه عامه بانه البلاد في معظمها ليست بخير. البلاد فيها بزاف ديال الامور مزيانه ولكن في العموم البلاد ماشي ليست بخير، فاحتاجينا الى اننا نديروا اليه معينه من طرف الملك باش تبرور لنا شي حاجه سميتها النموذج التنموي الجديد. هي الوثيقه اليوم اللي كاينه موضوع نقاش عمومي رغم انه التعبير حولها مازال ضعيفه، ولكن التشخيص اللي ممكن نديروه بشكل عام هو ان بلادنا في حاجة إلى إعادة النقاش إلى سكته السليمة، واش غنقدو نديرو تنمية نوفرو فيها الناس الصحة والتعليم والشغل ونديرو فيها استثمار دون أن نصحح المدخل السياسي اللي فيه خلل كبير، ويكفينا من نخدمو بوجوه ونبتوها في كل أوصال الدولة ونجيبو عاوتاني نفس الوجوه بآلية وندخلوها تاني في الأحزاب السياسية وندخلوها في المؤسسات، لأن كل شيء غيولي يسير بمنطق واحد، واللي بغى يختلف من داخل هذيك البنية نستهدفه وكنهرسوه، ونحن نتوجه إلى تنظيم الحياة العامة كلها كتولي بمنطق واحد. في الوقت اللي خصنا نخليو المؤسسات المنتخبة دير خدمتها، نخليو الاختلاف في البلاد يتجسد، ما دمنا نقول أن المغرب غني باختلافه وبتعدد روافده الثقافية والجنسية واللغوية وغيرها. خليو هذا الشيء كله والفكريه والايديولوجيه والسياسيه خليو يتجلى ويبان ويتدافع بطريقه عاديه وطبيعيه، وهذا الشيء يجب ان يقودنا الى ان نطالب برفع اليد عن حريه التعبير الراي والتعبير في المغرب. مايمكنش نكونوا في شبيبه حزبيه وطالبوا الناس بالمشاركه، والمشاركه معناها التعبير عن الراي، معناها الانخراط، معناها التعبئه، وهذا الراي اللي غيعبروا عليه الشباب مايكونش ديما كيعجب، ما يكونش دائما خطاب مساوي كما هو رسمي او كما هو حزبي، الناس غيبغيو ينتقدوا، وهذه الانتقادات تجد لها طريقا طبيعيا في الصحافه وفي الاعلام. نخلقنا كل وسائل التعبير المتاحه مع حريه الصحافه مستهدفه، صحفيون معتقلون بتهم كل مره كنشوفوا هذا تكرر، صحفيون يموتون اليوم وهم مضربون على الطعام، الحالة ديال سليمان المسوري في السجن، حالة عمر راضي اللي مازال كيتابعوها، حالة توفيق بوعشرين قبلها وغيرها، اليوم نشوفوا الساحة الإعلامية شنو اللي تبقى فيها.
تتبقى من مشاريع إعلامية قادرة ماشي على تعكس الرأي المخالف باعتبار أننا بلد الحقوق والحريات، والدافع على المغرب تجاه استهدافات إعلامية كبيرة ومؤسسات إعلامية كبيرة في الخارج، سواء في إسبانيا ولا في الولايات المتحدة ولا في فرنسا ولا في أوروبا ضد المغرب. شكون هو هذا المشروع الإعلامي أو الوسيلة الإعلامية اللي حنا بانيينها في البلاد ومفتخرين بها، ذات مصداقية ذات استقلالية، باش تدافع على مصالح بلادنا قبل أن تعكس آراء مخالفة؟ إذا راه المسار ديال النميط وديال كسح كل ما هو مختلف ما غيضرش فقط بمصالح هذوك المختلفين اللي عندهم آراء يريدون أن يعبروا عنها، غيضر في المجمل بالبلاد وبرهاناتها الكبيرة داخليا وخارجيا. والشبيبات الحزبية يجب أن تحافظ على هذا المضمون في نقاشها، ويجب أن تدافع عن الرهانات الديمقراطية الكبرى التي تتجاوز بكثير الرهانات الانتخابية. الشباب ماشي هما اللي مشكاين، ما نحولوا الشباب ديالنا لمالين الشكاية بطريقة مختلفة، كيبيعوا ويشريوا بالماركوتين وداكشي ديال هذا في الانتخابات الدولية يدوروا من هنا من هنا من الحشومة. هادشي كنا كنقولوا على مالين الشكاية الأعيان اللي ما قاريينش ما تقبلون، غنعاودوا نصرفوا هاد الثقافة داخل التنظيمات الحزبية والشبيبية. الشبيبات الحزبية تنتجوا عليكم فكرا، تنتجوا رحالا. كنا كنسمعوا الروح السياسيين، كنتخيلوا دوك الناس الكبار الاميين اللي ما قاريينش اللي عندهم غير الفلوس، كيجيو يتم توجيههم اما من السلطه ولا من غير السلطه، سير لهذا الحزب سير لهذا الحزب، كل مره كتلقاهم في بلاصه. ما غنعاودوش حنا كشباب نبني ظواهر جديده ديال تاحه عصري، لابس مزيان قاد كيتكلم لغات. حنايا شبيبتنا معنيه بان تزيد من ضخ منسوب النضالية عن الشباب، ويعرفوا بأنه رهانات الشباب ليست رهانات انتخابية. لا تموت الرهانات باقتراب الانتخابات وبالمواقع، راه ممكن ندخلوا كحزب وممكن ما نجيبوش الانتخابات، ماشي هي نهاية الكون. إذا كنا سنصمد وسنستمر دفاعا عن مشروعنا وعن رهاناتنا الديمقراطية، راه 5 سنين من عمر حياة الشعوب هي ماشي 5 سنين في الحياة في العمر ديال الحياة الإصلاحية والمشاريع الإصلاحية في التاريخ هي لا شيء. غير واهم من يعتقد بأنه راه إلا طلعت اليوم في الانتخابات ودوزتي 5 سنوات ما عرفتش شنو غادي تجيب، ممكن طلعت 5 سنوات وتهبط، ولكن المسار يجب أن يمتد على 20 سنة 30 سنة 50 سنة عادي يثمر. ونشوفوا غير مسار المغرب من الاستقلال إلى الآن، مرورا بسنوات الجبر والرصاص والمصالحة وبالعهد الجديد إلى الآن، كنقراو الامكانيات ديال التغيير التي اللي عمرها حقب وسنوات ماشي سنوات قصيره. لذلك انا رسالتي التي ساختم بها للشباب ديالنا شباب العداله والتنميه ان يتسموا بالكثير من الصمود، وراه هي غير اللحظات التي تفرز فيها المعادن وتعرف فيها بمن محزن، واش كاين رجال ونساء ولا ما كاينش، كاين لحظات امتحان كيعيشها الانسان في مساره الخاص حياته، وكيعيش هاد المصاري سيتو كتعيش هاد التنظيمات، ومزيان ملي كتجي هاد لحظات الامتحان. لذلك نحتاج الى تبرات والى صمود، ونحطو الجريمة ونوطنوهم، لانه اليوم كاين الضباب الكثيف، كشي الناس تافهين وتتشوش الرؤية، وهاد الشيء حتى داخل التنظيمات. وكل واحد بدلا من يشوف في القيادة السياسية أو في الإعلام أو في الفيسبوك أو في المؤثرين، وكل واحد يشوف راسه هو يطرح الأسئلة على ذاته ويبني القناعات ديالو ويمشي فيها ويكون بوحديته، وراه في النهاية لا يصح إلا الصحيح. ولذلك حنا متبوعين برهان الانتخابات.